راديو العاصمة، اسمع نبض العاصمة. مساء الخير عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. ورجعنا لكم تاني مع جيمين كورنر وكابيتال كلاب راديو. معانا النهاردة يا جماعة فيري سبيشال جيست وذ اس. المفروض كانت معانا في ذا فيرست ايبيزود فعندنا هنا اصلا، بس ما جاتش، نفضت لنا. نقدر نقول That's very much not true. That is very much not true. الوقت متأخر يا جماعة وكده وبنات بقى طب مضطرين للاسف ان احنا نحترم الكلام ده كله عشان خاطر الاهل في البيت وماما اللي بتسمعنا دلوقتي. هاي مامي. نتعرف الاول بالجست اللي معانا يا جماعه. معانا جيري. هاي، مساء الخير عليك يا جيري. و مبدئيا احنا عرفنا جيري من حفلتين ثلاثه، مره في الساقيه كان في مايكل جاكسون تريبيوت. That is true. مرتين في سان سيتي مول كان اوبن مايك شو. اوبن مايك كان عندك نقدر نقول اكتساح شويه بالنسبة للناس اللي جت، ما شاء الله الله أكبر عليكي. It went really fine. الحمد لله. It was amazing actually. بس يعني I wouldn't really call it اكتساح، بس people were there. نقدر نقول الحمد لله. طيب مبدئيا عايزين نتعرف بجيري. مين جيري؟ احكي لنا بقى، قولي لي مين جيري؟ يعني مش هقولك بتغني من انت بقى الكلام ده. مين جيري؟ ما انت ممكن تقول انت مين جيري. أو أنا أعرف جيري من زمان يا جماعة بصراحة يعني، بس لا، نحب الناس اللي معانا، بكل الناس معانا على الشات النهاردة يعرفوا مين جيري. جيري is someone very simple. أوكي. أوكي. مش هقعد أقول بقى عندي 22 سنة وعندي مش عارفة إيه. لا، جيري بتغني من أنت. جيري بتغني من 3 years professionally. من 3 years. أوكي. بس طبعاً في الشاورز والحاجات دي طول عمري، مش مشكلة. أوكي. بس that's it. I'm a very simple person. I'm not complicated خالص. Down to earth, no drama. This is how I like it. This is mainly who I am. طيب جيري، هشوفنا جيري بارت بتغني. جيري انت في كلية ايه؟ انا I got my bachelor's degree من dentistry. خلصت اسنان. اوكي. خلصت اسنان. دحاحة يا جماعة، دحاحة. لا خالص. خالص. خلصت اسنان السنة اللي فاتت. طب اسنان ايه؟ عين شمس. ام اي يو. ما شاء الله. اوكي طيب، حلو. طيب وبعدين اتمرنتي غنى؟ ذاكرتي غنى قبل كده؟ لا. I have never had vocal training. ما عملتش اي حاجه خالص ليها علاقه بميوزك. انا لسه صغيره قوي في الفيلد ده. مش زيك. Don't blush. بس I really want to go through with this. يعني I want to go through with music. ان انا اعرف اكتر على music. اوكي طيب، دلوقتي ابتدينا. جيري بتقول ابتدت professionally من 3 سنين. طيب امتى حسيت ان جيري ممكن تغني؟ بص انا هقولك I've always had the confidence. اوكي بس يعني انا دايما حاسه ان انا ممكن اغني. يعني ممكن اغني في اي حته. احنا كنا بنبقى قاعدين في الجامعه، في نص الجامعه، عادي جدا قاعده بغني، ما عنديش اي مشكله. طيب وحسيتي امتى ان انت ممكن تطلعي على ستيج تغني، تقولي I can be on stage, I can face people، انا ممكن اعمل المستحيل، ممكن اقدر افرتك الناس دي كلها، ممكن ابسطهم، ممكن اكيفهم، واتفر. جت منين؟ ايه اللي جابها عندك؟ كنا في الجامعه and we had the music club. و كان موجود a person that I know اسمه شادي أحمد. فهو كان بيعمل knocking on heaven's door. فقلت له يعني المهم ان احنا عملنا duet. It was a duet. Okay. شادي هو اللي يعني شادي gave me the boost of confidence لان he's ما شاء الله he's amazingly good. فان انا يبقى معايا حد on my side that good, that gave me the boost of confidence. And once ان انا طلعت on stage that time خلاص I've got it. Okay, so that means that Jerry أخذت الثقة من someone was beside her. Yes. طيب جيري أنا عايز أقول لك حاجة. أنا مش عايز أتكلم معاك كتير، عايز النهاردة أسمع صوت جيري. تحبي تسمعيني إيه؟ You have songs you like.
تشيك ذا سونج بقى ده يو لايك كده قولي لي تحبي تسمعينا ايه وهلعبها معاكي. تعالى نعمل losing my religion. losing my religion انو اوكي تعالى نجرب كده نحط شويه بقى ريفيرب كده يا جماعه وندلع المسائل عشان خاطر جيري تتبسط. That was a good jam يا جيري. That was really a good jam. Thank you. طيب جيري. We know that it just came like that. جات معاك كده كصوفة ان انت تغني والكلام ده كله. True. طيب. You said 3 years. طيب ايه اللي خلاكي تقولي 3 years? يعني ايه اللي خلاكي تقولي ان three years اللي فاتوا دول هما three years اللي نقدر نتكلم فيهم ان هما كانوا professional بالنسبة لك. ليه كانوا professional? ليه كان بروفيشنال؟ قصدك بروفيشنال من ناحيه ان انت اتعلمتي مثلا حاجه او ابتديتي تنزلي اون ستيج ولا ايه؟ يس ذاتس اكزاكتلي وات اي مين. اتعلمت حاجه لان نزلت مع ناس كتير جدا جامينج سيشنز كتير. ف اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت حاجات عن ميوزك، اتعلمت وين تو ستارت وين تو ستوب. واني بقت ميوزيكالي احسن. ابتديتي تسمعي اكتر يعني؟ اكزاكتلي. اوكي. يعني not just يعني ممكن لو سمعت مثلا ميوزك اقولك لا دي فيها حاجة مش مظبوطة، ما بقاش عارفة ايه اللي مظبوط، بس هقولك لا دي فيها حاجة مش مظبوطة فيها. نعم. بس اوكي. طيب why singing؟ ليه ما فكرتيش تلعبي instrument يعني؟ I actually did. كنت بفكر العب instrument ولسه لغاية دلوقتي I'm considering seriously ان انا اخد violin lessons. اوكي. بس كده بس خلاص.
طيب as long as you have this kind of passion اللي بيخليكي تغني بعض الأغاني، ممكن تكوني فكرتي تكتبي أغاني ليك انتي؟ عملتي originals ليك يا جاي؟ يعني you have ما شاء الله a strong voice، يعني you have a good musical ear. أكتب as in lyrics wise؟ تكتبي I've تعملي tried. مزيكا، فكرتي مثلا تعملي ميلودي لحاجة مثلا كده؟ لا I never have. بس when I, بس as for lyrics I have tried ان انا اكتب كلام. Yeah. It wasn't that nice though. بس بس حاولت. حاولنا يعني. حاولت. الحمد لله يا جماعه احنا حاولنا. هي موهبه. It's either you have it or you don't. بس you could try يعني. I could try. بس يعني I wouldn't be as good as people who are actually talented في حاجه كده. انا ربنا gave me the talent of singing. I have a good voice. في ناس تانية ربنا مديهم تالنتس تانية، انا مش هاخد كل حاجة لوحدي بقى. اوكي طيب and why singing this what we know. طب والسونجز اختيارك للاغاني اللي بتغنيها بيبقى depending على ايه؟ غير اللي انا بقولك عليها. ده موضوع تاني. tracks that touch me deep down inside so I could relate to like losing my religion. اوكي طب why this kind of song؟ يعني this kind of song is late. ايش معنى دول؟ why touching you؟ is it always bad يعني يقول على طول يكون في حاجه؟ لا 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 امال ايه؟ لا خالص مش لازم يبقى في مشكله، في حاجات بتبقى لطيفه و I'm happy فيها. بس لا يعني احنا اصلا الشعب المصري هو شعب فرفوش وكل حاجه، بس في سايد الحزن ده جوانا. ف I think this is why I could relate أكتر لأغاني حزينة. بس لا أنا بتبسط بأغاني the happy songs too، يعني not just the sad songs I listen to. طيب نقدر نقول إن جاري بتغني أغاني the things that touches you، يعني بتحب تغني الحاجات اللي بتلمسك من جوا زي ما يقول. yes. طيب مين شجعك على الغنى جاري؟ اقول لك ما تزعلش ما تضحكش عليا ان وضعي انا مش هقول لك اي حاجه. يو ديد انا والله هكدب عليك ليه؟ طب بس انت يو هاف ذا فويس بيفور اي ميت يو، يعني يس اي ديد هاف ات. بس وين اي ميت يو، لما ابتدينا ننزل برضو سيشنز مع بعض، لما ابتدينا نتقابل، لما ابتدينا ده شجعني اكتر ان برضو يعني اوكي الحته بتاعت سيدي احمد ان هو لما نزلنا مع بعض، بس انت اللي هو يعني I got the confidence، بس كنت لسه برضو مش فاهمه حاجه، انت بقى دخلتني في الموضوع. شديت انا شيطان شويه. لا انت مش سهل خالص. يا شيطان يا جماعه، انا مش محدش يقرب مني بقى قطعوني. طيب عايزين نسمع من جاي حاجه تانية، حاجه تغنيها انت و طب انت اختار يلا. لا انا خليكي تغني حاجه انت بتحبيها. Killing me softly time. اوكي ماشي واحاول كده اتعامل معاكي. طيب اوكي انت بتغني من هنا دايما معظم الاوقات. تقريبا اوكي يلا. Strum on my pain with his fingers. ما تيجي نعلى شويه روم. ماشي اوكي. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words. Killing me softly with a song. I heard he sang a good song. I heard he had his time. And so I came to see him, to listen for a while. Fingers, singing my
softly with a song. Kill me softly with a song. Tell my whole life with these words. Killing me softly with a song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I thought he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept to write off. Strumming my beat with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Tell my whole life with his words, killing me softly with his song. In all my dark despair, and then he looked right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing, singing clear and strong. أقول لك إيه بقى؟ What I can say is بجد يعني أنا مش عارف. تعالى نكمل بقية الأغنية. This is a real jamming corner, يا جماعة. بجد seriously. Thank you all for your lovely comments and thank you, Jerry, for what you're doing today. بجد seriously. Thank you, Romy. Thank you so much for having me today. This is the real meaning of a jamming corner. بجد thank you so much and thank you for coming to be with us today. Let me ask you this. Is those kind of songs, يعني أغنية أغنية كانت Losing My Religion, كانت it's kind of يعني شوية فايقة, it's kind of a life song يعني. التانية was really emotional قوي. You sang, يعني you did sing it أصلا with passion. يعني it showed lots of, في حاجات كتير يعني يا ريت الناس كانوا شايفيني معاكي. There was lots of, yeah. I'm blushing. يعني you turned actually red. Thank you. That's very sweet of you. That's very sweet of you. You actually told the people who are listening, all of them, and أنا وشي أحمر. Yeah, يعني بجد it was really, إيش معنى الأغنية دي؟ بجد فعلا seriously بقى. نقدر نقول الأغنية دي does it help? I love it. I love it and I love all the meanings, يعني all the meanings it holds. وغير كده I told you I relate to songs that I could feel. انت for killing me softly, she is relating to a song a guy is singing. Yes. But I could relate to the song. Yeah. So there's someone in mind, يعني. احتمال. مش هريحك. مش هريحك خالص. حاول ازنوها يا جماعة, حاول ازنوها يا جماعة. حاولش. طيب جيري, we know the part of Jerry who studies always. That's very not true. يعني خليك تخش طب أسنان أكيد تقنعيني إن أنت أكيد ما كنتيش. لا, that is very not true. أما دخلت طب أسنان إزاي, واسطة يعني؟ لا مش واسطة, ماشي أوكي فاين, دخلت طب أسنان كل حاجة, بس يعني أنا طالعة من المدرسة جايبة GPA of 4, فكنت خلاص زهقت من المذاكرة, خلاص no more مذاكرة. فدخلت الجامعة, بص انا اتخرجت, انا مش هقول اكتر ان انا اتخرجت, انا في ناس في الجامعة كانت عاملة بات ان انا مش هتخرج, بس الحمد لله اتخرجت and I proved them all wrong. ما شاء الله عليك. طيب يا معي كده جاري الدكتورة, طيب الى حد ما اوكي right now, مثلا انت you're a doctor. Yes. شايف ده ممكن يتعارض في بعض الاوقات if you wanna make a music career مثلا؟ It has nothing to do with my music career, absolutely nothing. اوكي, عيادتي ليها وقتها والميوزك بتاعتي ليها وقتها. Music is something that I love. مش هاجي على حاجة أنا بحبها عشان my career. And at the same time, مش هاجي على my career عشان حاجة أنا بحبها. شايفة نفسك فين في المزيكا جاي؟
شايفة نفسي فين في المزيكا؟ يعني عايزة تبقي فين؟ يعني right now مش هنقول أكيد right now، بس عشان right now لسه معظمنا كلنا في الستارت يعني، لسه we're still starting. بس قدام شوية شايفة نفسك فين؟ شايفة نفسي تتوقعي من جاية؟ شايفة نفسي إن I would sing music that would actually get through to people, touch them and send a good message. Sending a good message. Yes. Okay. With the meaning of what? With the meaning of what? انت بتسأل على المسج نفسها ولا بتسأل على معنى الكريم كله اللي انا قلته؟ كله على بعض. Okay. يعني ان okay. So هقول لك my message mainly اللي فعلا عايزة اوصلها للناس كتير جدا because هي ظاهرة معرفش ليه بقت كتير قوي موجودة. Be yourself. Be who you are. People have become fake to a certain extent. عشان يوصلوا حتت، يوصلوا الحاجات، يوصلوا الناس، يوصلوا يوصلوا يوصلوا. محدش بقى عايز يبقى نفسه بس عشان الحاجات اللي هو عايز يوصلها. Be yourself, work hard وهتوصل اللي انت عايزه. يعني ولما وصلتش ليه يبقى it's not written for you. It's not meant to be. يعني نقدر نقول ان جيتاب did you try to take the steps towards getting to مثلا someone to have like a record مثلا او label to have a recording مثلا actually company يعني can جالي offer ان في مع record label يعني بس باظت الشركة اصلا كلها قفلت دلوقتي كانت عملت والله عملت launching party كبيرة جدا كانت في الساحل السنة اللي فاتت والموضوع باظ منهم قوي و it went out of hand it went out of budget and قفلوا اوكي بس طب without mentioning يا معلم تقريبا الناس اللي عارفين الشركة عارفينها كويس من our friends كمان طيب يعني معنى كده ان انتي طب بتفكري في حتة شهرة مثلا او being with commercial people مثلا طب عايز توصلي ايه في المزيكا؟ قلتلك عايز توصلي لجيري تبقي famous يعني I mean as a superstar is this what you want ولا your music reach people خلاص whoever محدش عارف exactly لا I really don't care about fame I really don't care about money I really don't care about the whole nine yards بس what I care about is ان انا to send out a message and the next time a message دي would relate to my tracks to يحسوا the passion inside me وانا بغني في اي جمل كتبتيها قبل كده ممكن تكون معلمة في دماغك بخصوص الحاجات دي جمل كتبتها ازاي جمل مثلا something انت بتقولي بتكتبي ساعات كلام ممكن تكون ما طلعش كويس طيب قولي لي مثلا جملة كتبتيها معلمة في دماغك قوي بما اننا في جامينج كورنر بعدين من جام احنا دلوقتي انا جامينج and it's alive والناس سمعانا مع بص يا رامي استنى هولد اون خليني افكر فكري كده زي ما انت عايزه بس ما نطولش على الناس حاضر حاضر there was this I was going through something in my life okay and I swear to god this sentence just popped in my head okay popped just out of nowhere yes it's just a sentence ما كانش part of مثلا اغنيه بكتبها او حاجه it was just a sentence It was, I'll be gone without a trace, so let go of the memories, forget my face. Okay, that sounds good. With a good rhyme, come on. نعملها أغنية دلوقتي يلا. نعملها أغنية إيه؟ نعملها أغنية حالا يلا يا جماعة. دي sentence, نعملها أغنية إزاي؟ عن نكتب كلام ونعمل أغنية. ماشي, okay. It's a jamming corner. Okay. طيب, أغنية مثلا عايزة تقوليها تغنيها دلوقتي, تحبي تغنيها يا جميل. أنت حاسة إيه ممكن تغني؟ إحنا we're done with killing me softly وعملنا Losing my religion. تحبي تغني ايه؟ تعالى نغني This Light Between Us. This Light Between Us. نعم. مش Check the House تقريبا صح المفروض يعني supposedly. بتاع Armin Van Buren صح؟ This Light Between Us.